كانت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلة، يعني عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة بحوساتهم قطع نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية. العملية أسفرت على حجز 189 قطعة نقدية أثرية من مختلف الأنواع والأحجام، صندوق خشبي مزخرف بالنحاس، مهراس أصفر اللون، قطعتين أثريتين من المعدن الأصفر على شكل شاقور صغير، سيفين وخنجر تعود للحقبة الرومانية، محبرة، فانوس، زوج أساور، 4 هواتف نقالة، عناصر الشبكة الإجرامية يقومون بنشاط المتاجرة غير شرعية بالممتلكات الثقافية. بعد وضع خطة محكمة قصد إحباط مخططهم الإجرامي، تم تشكيل مخطط ثابت ومتحرك أين تم توقيف المشتبه فيهم علامات المركبتين النفعية والسياحية واقتيادهم إلى مقر الفرقة. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة عين دفلة فور استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.